طالنت سمك هي مسابقة في إعداد الوصفات البحرية، والهدف منها تثمين المنتوجات البحرية عبر التعريف بها من خلال إعداد وصفات متنوعة كتعكس غنى التنوع الثقافي، على اعتبار أن الطبخ هو يندرج من ضمن العناصر المشكلة للثقافات. والمغرب الحمد لله يزخر بثقافة متنوعة، ويزخر بالتعدد الوصفات، وكيزخر بكم هائل من المنتوجات السمكية للمخزون يقدر 500 نوع، والمعروف منها تقريبا حوالي 60 نوعا. الحمد لله ان المبادره ديجا زوينه الحمد لله، وهذه اول مره ما عمرنا شفنا هذه المبادره، هذه اول مره البروميير اديسيون. ايوا بصراحه راه جات شويه صعيبه، مي الحمد لله الحمد لله دازت الامور غاديه مزيان، وعلمنا كيفاش نقيو الحوت، كيفاش نقدو الحوت، كيفاش نطيبو الحوت من لي تيب ديال لي بواسون انواع. الجنوب قليله فيها البواسون، يعني ما كيجيش بزاف، يعني مستحيل انك تقيس واحد النوع من البواسون حيت كيكون غالي في الثمن ديالو. في الحقيقه هذه مبادره زوينه، حيت ممكن ان غنولجوا لسوق العمل، ضروري انك تلمس البواسون في العمل ديالك، يعني غتكون عندك واحد الفكره ديجا هذا النوع ديال الحوت اشنو يصلح يمشي معاه، كيفاش الطريقه اللي تقدر انك طيبو بها. هذا هو الاهم من هذه المبادره الطيبه اللي دارت في المؤسسه. استطاع انه يحضر لنا الاسماك من مناطق بحريه لهذه المناطق الجنوبيه، اننا باش نستطيعوا اننا نكتشفوا كيفاش طرق اننا نقيو الحوت والانواع ديال الحوت، واننا كيفاش نطيبوها وكيفاش بجميع الانواع الطهي. وكانت تجربه فعلا زوينه، وكنشكر كاع الاطر اللي ساهموا انهم باش يوصلوا لنا التجربه هذه لهنايا، وباش نعيشوا ديك ليكسبيريونس اللي غادي تنفعنا في الحياه المستقبليه ان شاء الله. بالنسبه لي اول مره كنتعامل مع السمك، وكانت هذه التجربه هذه يعني بالنسبه لي قيمه مضافه في الميدان المهني ديالي ان شاء الله. التجربه يعني
لعبت دور كبير في اننا فتحتنا واحد الباب اننا نعرفوا انواع ديال السمك ونعرفوا الكيفيه ديال التعامل مع انواع السمك والاسماء ديالها وكيفيه ديال كيفيه تهويها يعني بطرق مختلفه. يعني بالنسبه لهذه المسابقه هذه فتحت لنا واحد الباب باش اننا نزيدوا نتعمقوا مازال في بحر ديال الاسماك وكيفيه تهويها والانواع ديالها. عن البحر ولكن لتقريب منتوجات البحر لهذه المنطقة قمنا هذه المسابقة أولا لأهداف بيداغوجية في المرحلة في المرتبة الأولى وكذلك التعريف بمنتوجات البحر وكيفية طبخها وكيفية تذوقها وكذلك كيفية تسويقها. استطعنا تحقيق أربعة أشياء، أولا معاينة أو الأسماك أن نعرفها عن قرب، تالي إيجادها لبريباري وطهيها طبخها وتذوقها، فهذا شيء جميل جدا، أربعة أشياء في شيء منه. فهذا الإطار أننا استطعنا إنجاز أكثر من 40 طبق من أباز ديال لي بوسون من هذه الأسماك. تنظيم هذه المسابقة، إن هي مسابقة في حقيقة فتحت واحد الباب كبير، إن المنتوجات البحرية في ورزازات كل شيء كيعرف إنه قليلة بارابور للمنتوجات الأخرى اللي كنتناولوها المستهلكين. يعني بادرة جد طيبة أنه تحمل أنك تجيب منتوجات مختلفة، ماشي غير نوع واحد من السمك، وتجيبه من منطقة بحرية لورزازات ويوصل في واحد الظروف صحية ويعطينا واحد المنتوج النهائي اللي شفناه الحمد لله وتذوقناه جميع، وعطى واحد المنتوج اللي هو كيبان بانه لا الناس اللي قاموا بالتهيئ ديالو ولا حتى الماده الخام اللي جات فهي كانت ماده صحيه وماده اللي جات في ظروف صحيه. في المكتب الوطني للسلامه الصحيه حنا كنركزوا على المراقبه الذاتيه للمنتوجات، يعني من الانتاج حتى الطبق الاخير عند المستهلك، وكنظن بانه هذه المساله هذه توفرت اليوم، لانه لقينا انه سمك جاء من منطقة اللي هي معروفة، جا في ظروف اللي هي صحية، في ظروف نقل صحية، وتم التهيئ ديالو من طرف نقدر نقول طلبة محترفين، لأنه في الآخر عطاونا واحد المنتوج اللي كتحس به بأنه حافظ على سلسلة التبريد، وحتى التقديم ديالو للمستهلك جا في واحد ظروف اللي هي صحية، يعني اللي هي خصها تكون باردة باردة، والحاجة اللي كانت غادي تكون تحافظ على واحد درجة الحرارة باش ما تعطيناش شي تسمم غذائي، بقات في نفس درجة الحرارة اللي هي مطلوبة منا. كانوا صراحة كلهم مزيانين
كلهم الداد مبادرة في محلها، خصوصا ان ورزة ذات مدينة ما معروفش بالحوت لانها مدينة صحراوية بعيدة للمناطق البحرية للمناطق الساحلية، الوغ ما عندناش الحوت كتير. هذا اللي ما كيخليش لي ستاجير انهم يكون عندهم اسيد اكسبيريونس في هاد الاطباق بحال هكا. كنشكروا الناس لي زونسيان ستاجير اللي كانوا هنايا واللي هما قاموا بهاد البديره هادي باش يعطيو لهاد لي ستاجير لا بوسيبيليتي باش انهم تكون عندهم واحد الاكسبيريونس في هاد المجال. الصراحه اش غنقول لك، هادي بادره طيبه ومشكور السي حليم، مشكور إدارة التقنية، مشكور السيد المدير، مشكور جميع الصاهرين على هاد المسابقة هادي. هو بقيمة الأساسيدة اللي طبخوه والقيمة ديال السمك اللي كانوا داك الشيء هو رائع بدون مجاملة بدون إطالة في الحديث، كان داك الشيء رائع، ولكن الفضل كيرجع الناس اللي سهروا على الطبخ ديالو. ولو ان الحوت يكون جديد ويكون طري ويكون، ولكن الا ما كانش اللي غادي يصايبو غادي يقاد المسائل هذا ما غاديش يطلع هو هذا. اول حاجه طارت الانتباه ديالي هو انه هذه مسابقه ديال الطهي ديال الاسماك، تنعرفوا بانه ورزازات بعيده على البحر، وهذه في حد ذاتها كان واحد التحدي للمدرسه والطلبه اللي قاموا بالطهي ديال الاسماك. وجوج ديال الحوايج اللي عجبوني بزاف، واولا الاحترافيه ديال الشباب ديال الطلبه اللي كانوا هنا، لانني انا فاش كنت تندوز في البوفيه كنسول كل واحد فيهم اشنو هو الطبق اللي درتي لنا اليوم، اشنو هي السميه ديال هذا الحوت، اشنو هي الطريقه باش طيبتيه، عندهم الاجوبه على كل شيء واثقين في نفسهم. وثانيا هو الطراوه ديال هذا الحوت اللي واخا بعاد على البحر كنلقاوه هنا في ورزاتي، راه عندنا اكثر من 3000 كيلومتر ديال البحر في المغرب. وهاد اليوتيس المغرب الازرق هي بادره وطنيه فعلا، ولكن تنشوف فيها بانه كاين واحد هذه فرصه باش المغاربه كاملين يوصل لهم الحوت ديال البحر ديالهم ويعرفوه ويستهلكوه، لانه اولا هو واحد الماده غذائيه اللي هي مهمه للصحه، وثانيا عندنا واحد عده انواع من السمك في المغرب اللي اولا انا تنعتبره حق لكل مواطن مغربي باش يستافد من هذه الثروه البحريه ديال البلاد ديالنا. وثانيا مع التطور ديال وسائل النقل ومع تبارك الله تواجد مدارس بحال هكا، يمكن من هنا للمستقبل نشوفوا في مناطق اللي هي بعيده على البحر نشوفوا استهلاك ديال السمك اكثر واكثر. ان تنظم هذه المسابقه في ورزازات وللاسماك، فهذه المبادره استحسنها جميع الزوار من رؤساء مصالح، من مهنيين في الفندقة والسياحة، من المواطنين، من التلاميذ ومن التدريبين. فقد رأيتم هذه الأيام فالمؤسسة في عرس السمك، ففي الجنوب في ورزازات ونحتفل بالسمك، فهذا أنا أعتبره تحدي. مبادرة على المستوى الوطني ديال مسابقة لطهي الأسماك كنظن بأنها مبادرة شجاعة تحترم، ويجب أن يقتدي المغرب كله بهذه المبادرة.